بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، باشرت مؤسسة اليتيم الخيرية في النجف الأشرف بحملتها طيبات ما كسبتم، والتي تحتوي على سلة غذائية لعوائل الأيتام شملت 8 مواد غذائية جافة بالإضافة إلى اللحوم والزيوت ومعجون الطماطم والملح، لتكون سلة غذائية متكاملة لهذا الشهر الفضيل. باشرت مؤسسة اليتيم الخيرية بتوزيع دفعتها الأولى من السلات الغذائية الرمضانية 16,000 سلة غذائية، وتم التوزيع حسب أعداد أفراد العائلة، فعندنا عوائل أخذت سلة واحدة وأخرى حسب الأعداد تأخذ سلتين أو 3. كما تسعى المؤسسة بتوفير المواد الغذائية للعوائل المسجلة لديها دون حدوث أي نقص منها، خصوصا وإن الأسواق تمر بارتفاع في أسعارها أثرت كثيرا على دخل المواطن العراقي. والله المواد اللي قاعد يعطونها كل الزينة وتكفينا شهر رمضان، والسوق كلش غالي والله ما نقدر نشتري، والحمد لله والشكر يعطونا لحوم ويعطونا مواد غذائية وتكفينا شهر رمضان وزايد إن شاء الله. كل الزين غذائية يعطونا في شعبان والساهم مينا، يعني ما خلونا نحتاج نشتري من السوق. أنا بالنسبة لي يعني أمام الله أحكي كافيات، ما يحتاج أشتري مواد غذائية كلها ما أشتريها، لأنه شنو يعني المؤسسة موفرتها لنا من مواد غذائية، من دهين، من معجون، من تمين، يعني بالإضافة لذلك حتى الشاي، العدس، الفاصوليا، البقوليات كافة أنواعها. ويذكر إن مؤسسة اليتيم الخيرية مستمرة بتوزيع مواد متنوعة طيلة شهر رمضان المبارك كالمواد الغذائية والحلويات ووجبات طعام مطبوخة للصائمين.